السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب سيفين المحترمين، أخباركم؟ كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم يا شباب أخذنا في الدرس الماضي حجة الوداع ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن وفاة النبي كانت في العام 11 من الهجرة، كما عرفنا أيضا أن النبي حج حجة واحدة، ولذلك سميت بحجة الوداع التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسلمين. اليوم بإذن الله سنأخذ الخلفاء الراشدون أخلاقهم وخلافتهم. طبعا بعد أن توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي كان سيتولى أمر المسلمين من بعده؟ هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين تولوا أمر المسلمين بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننظر، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 11 للهجرة، اختار الصحابة من يرونه أهلا لذلك، وقد تعاقب على حكم المسلمين أربعة من الصحابة، لقبوا بالخلفاء الراشدين، وساروا في حكمهم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي على طريق الرشد. وهم سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. طبعا هو هنا شايف، لو نظرت أسفل كل صحابي لوجدت فترة حكمه، فترة خلافته للمسلمين. فترة خلافة سيدنا أبو بكر كانت من العام 11 للهجرة إلى العام 13، سيدنا عمر بن الخطاب من العام 13 إلى العام 23، سيدنا عثمان بن عفان من العام 23 إلى العام 35، وسيدنا علي بن أبي طالب من العام 35 إلى العام 40. سؤال: ما سبب تسمية الخلفاء الأربعة بالراشدين؟ طبعا السؤال هنا موجود إجابته، وساروا في حكمهم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي على طريق الرشد. يبقى إذن سموا بالخلفاء الراشدين لأنهم ساروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على طريق الرشد. كم كانت مدة حكم الخلفاء الراشدين؟ طبعا المدة واضحة هي من 11 إلى 40، تحسبها وتكتبها أيضا في النشاط في الإجابة هنا. نكمل. يكمل الطلبة الفراغات الآتي: أقرب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم نسبا من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخليفة مين؟ تعالوا نشوف، دي قريش، ده كعب، ودي مرة، تمام، وده عدي، وهكذا تفضل ماشي لحد ما تلاقي مين. هتلاقي الخلفاء الراشدين تحت، وهتلاقي سيدنا محمد أيضا تحت. قال سيدنا محمد أهو، وده سيدنا أبو بكر، سيدنا علي، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، تمام. طيب يبقى إذن الأربع خلفاء الراشدين وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا أنت هتنظر هنا طبعا في الخريطة، نكبر الخريطة، هتنظر هنا في الخريطة وتشوف مين الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أقرب الخلفاء الراشدين نسبا من الرسول، مين الأقرب نسب من الرسول؟ ها هتشوف وتضعه هنا في النقط. طيب يجتمع نسب عثمان بن عفان مع علي بن أبي طالب في مين يا شباب؟ يجتمع نسب عثمان بن عفان، تعالوا نشوف سيدنا عثمان بن عفان، قال سيدنا عثمان بن عفان ها مع علي بن ابي طالب، فين علي بن ابي طالب؟ قال سيدنا علي بن ابي طالب. يجتمعوا في مين؟ هتطلع مع سيدنا عثمان وتطلع مع سيدنا علي وتشوف اقرب واحد هم اجتمعوا فيه. يا ترى هيكون مين؟ قال سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي. طبعا الموضوع سهل جدا، وايضا السؤال الف سهل جدا. تعرف من أقرب الخلفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا وتكتب. تعالوا يا شباب ننظر إلى فضائل الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين فضل كبير، فقد نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وساروا على سنته، وقد اجتمعت فيهم فضائل كثيرة منها. طبعا الخلفاء الراشدين يا شباب اللي هم الأربعة، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، من كبار الصحابة طبعا، وممن ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم نصرة عظيمة، وممن لهم فضل كبير في نشر الدعوة. تعالوا نشوف فضائلهم. أول شيء من السابقين إلى الإسلام، يعني من أول الناس الذين دخلوا في الإسلام، لازموا الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا ملازمين للنبي في حله وترحاله، شاهدوا الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من العشرة المبشرين بالجنة. يعني الأربع خلفاء دول، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كلهم مبشرين بالجنة، من أعلم الصحابة. طب ليه من أعلم الصحابة؟ لأنهم كانوا ملازمين للنبي، فلازم يكونوا من أعلم الصحابة. سيدنا أبو بكر الصديق ناخدهم واحد واحد. أول واحد سيدنا أبو بكر الصديق، كان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها،
لأن هو كان صاحب، كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة، قبل نزول الدعوة، وقبل نزول قبل البعثة يعني، وقبل نزول الوحي. أول من آمن من الرجال هو سيدنا أبو بكر. ماذا أيضا؟ صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة المنورة ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا في الغار. طيب أيضا تزوج الرسول ابنته عائشة، ما عائشة السيدة عائشة دي بنت أبي بكر، يعني السيدة عائشة أبوها مين؟ أبوها أبو بكر الصديق. شهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه حتى وفاته. يبقى لازم النبي حتى وفاته، وشهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف عن غزوة. أول أمير أرسل إلى الحج، استخلافه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس عندما اشتد به المرض. لما النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض جعل من يخلفه يصلي بالناس، جعل أبي بكر. طب ده يدل على إيه يا شباب؟ يدل على عظمة مكانة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. أشار القرآن الكريم إلى منزلة أبي بكر الصديق في عدد من الآيات. يبقى دي كلها فضائل لمن يا شباب؟ لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعز الله به الإسلام وقوي به المسلمون، لأن سيدنا عمر كان رجلا قويا وكان رجلا ذو مكانة في قومه، فعندما أسلم طبعا أعز الله به الإسلام وقوى به المسلمين أو قوي به المسلمون. كان من الملهمين. الملهم هو ما يجري الصواب على لسانه من غير قصد، ويرى الرأي فينزل القرآن موافقا لرأيه. وطبعا ده انه كان ملهم، يعني كان على فطنه عاليه، ده طبعا من فضائله. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، وكان يستشيره في كثير من الامور. لماذا الفاروق؟ لانه كان يفرق بين الحق والباطل، لذلك لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق. تزوج الرسول ابنته حفصه، اذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنه ابي بكر الصديق اللي هي سيده عائشه، وتزوج حفصه بنت عمر رضي الله عنه. شاهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مين؟ مثل سيدنا أبي بكر. أول من لقب بأمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين هو سيدنا عمر، أول من اتخذ التاريخ الهجري أيضا سيدنا عمر، يبقى أول من وضع التاريخ الهجري هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعالوا ننظر إلى سيدنا عثمان بن عفان، صاحب الهجرتين الحبشة والمدينة. لازم الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا عارفين ان كان في هجره للحبشه الاول وبعدين الهجره للمدينه، لازم الرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته مثل من؟ مثل سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق. لقب بذي النورين لان الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقيه، ولما توفيت زوجه اختها ام كلثوم. لقب بذي النورين ليه يا شباب؟ لان الرسول زوجه ابنته رقيه. طب لما توفيت رقية زوجه النبي ابنته أم كلثوم اللي هي ابنة النبي اللي هي أخت السيدة رقية رضي الله عنهم جميعا. تستحيي منه الملائكة، سيدنا عثمان بن عفان تستحيي منه الملائكة، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حضر جميع الغزوات عدا غزوة بدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يكون بجوار زوجته رقية التي كانت مريضة. يبقى بإذن من النبي جعله يكون لا يخرج إلى هذه الغزوة نظرا لمرض السيدة رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. سفير الرسول صلى الله عليه وسلم لدى قريش في صلح الحديبية، كان سفيرا للرسول، هو اللي يروح يناقش معهم الأمور ويحاول أن هو يعني يكون وسيط في هذا الصلح. أحد كتاب الوحي، تمام، يعني كان يكتب الوحي الذي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول من جمع الناس على قراءة واحدة للقرآن الكريم أيضا هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي، وده أول فضل من فضائله، وتربى على يديه، على يدي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أول من آمن من الصبيان، مثل من؟ مثل سيدنا أبو بكر، أول من آمن مطلقا. زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة. يبقى سيدنا علي بن أبي طالب تزوج بفاطمة وأنجب الحسن والحسين رضي الله عنهما. لازم الرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته أحد كتاب الوحي أيضا مثل سيدنا عثمان. شارك في جميع الغزوات عدا غزوة تبوك، لأن النبي خلفه في المدينة على أهله، لأن طبعا أنتم عارفين أن بعض القواد بيجلسوا يعني عشان يراقبوا الوضع في المدينة ويكون
على نظر دائم وعلى ترقب دائم لمصالح البلد التي هي المدينة يعني، تمام. وفي بعض القوات بيذهبوا إلى الغزوة مع القائد. كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة العهود والمصالحات، ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وآزره. الخلفاء الراشدون، أجمع المسلمون على اختيار خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم على أساس الشورى والتزام رأي الجماعة. يبقى إذن كان إيه الدليل أو إيه الحكم الذي به أو إيه القانون الذي به يختارون الخليفة؟ هو الشورى، على أساس الشورى والتزام رأي الجماعة. تعالوا نشوف خلافة أبي بكر الصديق. كان اختيار الخلفاء الأربعة لفضلهم ومكانتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بعض المسلمين في سقيفة بني ساعدة وانتخبوا أبا بكر الصديق. احنا قلنا إن الأساس هو الشورى والتزام رأي الجماعة، ولذلك هم انتخبوا مين؟ أبو بكر الصديق خليفة الرسول. طبعا كان لازم يختاروه هو، لأنه هو شباب يعني هو أفضل صاحب أو أهم صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يلزمه دائما سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، وأيضا أول من آمن، وأيضا له فضائل كثيرة سيدنا أبو بكر. وفي اليوم التالي بايعه عامة المسلمين، فخطب في الناس خطبة وضح فيها نظامه في الحكم. وقد وردت إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تفضيله على غيره. فكان أول الخلفاء الراشدين، وقد استمرت مدة خلافته 13 عاما، لا معذرة، حتى السنة 13 للهجرة. وتوفي وعمره 63 سنة. طيب، يبقى مثل النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عمره 63 سنة. خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أوصى أبو بكر الصديق بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب بعد أن استشار كبار الصحابة فوافقوه على ذلك. يبقى إذن سيدنا أبو بكر أوصى بالخلافة بعد مين؟ لعمر بن الخطاب، بعد أن استشار كبار الصحابة، تمام، فوافقوه على ذلك. وقد بايع الناس عمر بن الخطاب بالخلافة بعد وفاة أبو بكر الصديق، واستمرت خلافته حتى السنة 23 للهجرة. واستشهد مطعونا على يد أبي لؤلؤ المجوسي، وعمره 63 عاما أيضا. يبقى إذا سيدنا عمر بن الخطاب طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، كان رجلا مجوسيا، وقتل سيدنا عمر رضي الله عنه، وتوفي سيدنا عمر وهو عمره 63 عاما. هنا طبعا ما اسباب اختيار المسلمين لابي بكر الصديق؟ موجوده الاجابه فوق. لو طلعت كده هتلاقي الاجابه. طيب هتكتب الاجابه. لماذا اوصى ابو بكر الصديق بان يتولى عمر؟ ايضا تنظر ها وتبحث عن الاجابه وتكتبها. خلافه عثمان بن عفان، حدد عمر بن الخطاب قبل وفاته 6 من الصحابه الكرام ليكون احدهم خليفه من بعده، وهم، يبقى سيدنا عمر بقى لم يوصي بواحد فقط مثل سيدنا أبو بكر، لا، أوصى بستة من الصحابة الكرام. هم مين؟ هم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص. واختير عثمان بن عفان خليفة للمسلمين. جلسوا بعد وفاة سيدنا عمر بن الخطاب، تمام، واختاروا واحد من الستة. وقع اختيارهم على مين؟ على سيدنا عثمان ابن عفان. واستمرت خلافته حتى سنة 35 هجريا، واستشهد على يد فئة من الخوارج، وكان عمره 82 عاما. خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، تشاور الصحابة فيما بينهم فاتفقوا على تولية علي بن أبي طالب الخلافة. واستمرت خلافته حتى سنة 40 للهجرة، واستشهد وهو يصلي الفجر على يد عبد الرحمن بن ملجم أحد الخوارج، وكان عمره أيضا 63 عاما. أنتم ملاحظين شيء غريب؟ طيب، 63 عاما، هذا رقم عجيب، سبحان الله. واستشهد طبعا الوحيد الذي توفي مختلفا عن الأربعة مين؟ هو سيدنا عثمان بن عفان، توفي عمره 82 عاما. وباقي الخلفاء الراشدين استشهدوا وعمرهم، أو توفوا وعمرهم 63 عاما. وسيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي رضي الله عنه. طبعا التقويم، تحل التقويم، والسؤال الذي
لا تستطيع أن تجيب عنه أرسله لي على الخاص وإن شاء الله سأرسل إليك، لكن أنا لا أتوقع أبدا أن هذه الأسئلة السهلة يكون فيها سؤال صعب عليك. أنت لو يعني كل إجابات هذه الأسئلة موجودة عندك في فوق في الدرس. إذا تسمية الخلفاء الراشدين بهذا الاسم، هذا السؤال كان موجود في النشاط الأول وسهل جدا. تسمية عثمان بن عفان بذي النورين لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يا شباب كلها أسئلة سهلة، وأيضا هذه صح وخطأ أيضا تجيب عنها. إلى هنا يا أبطال قد انتهينا من درس اليوم، إلى أن ألقاكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.